الرحيم، اليوم عندنا حل مناقشات الحديث النبوي الشريف أحب الأعمال إلى الله للصف الأول متوسط الأكنان الأهلية. عندنا حل المناقشة إيش طالب من عندنا. النقطة الأولى في الحديث النبوي الشريف بيان لأحب الأعمال إلى الله تعالى، فما هي؟ هذا السؤال جواب مال السؤال الأول. في هذا الحديث الشريف يبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله تعالى ثلاثة: الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. لهنا ينتهي الجواب مال النقطة الأولى. عندنا السؤال الثاني: ما خير ما يحمي الأمة ويصون حقوقها ويعزز مكانتها؟ هذا السؤال الثاني. الجواب ماله أهم ما رشد إليه الحديث النقطة الثالثة: الجهاد خير ما يحمي الأمة ويصون حقوقها ويعزز مكانتها، وما تركته أمة راغبة عنه إلا هانت وذلت وتجرأ عليها أعداؤها وهضمت حقوقها. هذا الجواب مال النقطة الثانية. ثالثا: لماذا اهتم الدين الإسلامي بالأسرة؟ جواب النقطة الثالثة أهم ما يرشد إليه الحديث: اهتمام الدين الإسلامي بالأسرة ولا غرابة في ذلك، فالأسرة نواة المجتمع وبصلاحها يصلح المجتمع. هاي النقطة الثالثة. أربعة: كيف يجب أن يكون الجهاد؟ رابعا: كيف يجب أن يكون الجهاد؟ الجواب مالته: الجهاد في سبيل الله ليس مقصورا على مقاتلة الكافرين، إنما يكون ببذل المستطاع من مال ونفس ومركز وجاه وتفكير وقلم ولسان في سبيل إعلاء كلمة الله وحفظ دينه ونشره بين الناس وتعليمه وحماية المسلمين وبلادهم. هذا جواب النقطة الرابعة. خامسا: الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات واجب، تحدث عن ذلك واستشهد بآية كريمة عن وجوب الجهاد. هذا الجواب ماله. نقول أحب الأعمال إلى الله تعالى فهو الجهاد في سبيل الله، ذلك لأنه الوسيلة لنشر الدين وحفظه وإزاحة العوائق عن إقامة دين الله وتنفيذ أحكامه وصيانة المسلمين ومقدساتهم ودفع الاعتداء عنهم ضد الطامعين في بلادهم وخيراتهم. ونستشهد بآية كريمة قال تعالى: أنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لهنا ننتهي من حل المناقشة لدرسنا لهذا اليوم.